السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلبة الدارسين بجامعة أفريقيا العلوم الإنسانية والتطبيقية، نبدأ شرح المحاضرة السادسة. مواضيع هذه المحاضرة: الاحتمالات ومسلماتها وطرق حسابها. بداية سوف نبدأ بطرق العد لفراغ العينة، وهي أولا المبادئ الأساسية للعد، ثم التباديل والتوافيق من ضمن طرق عد فراغ العينة. طرق عد فراغ العينة: أول هذه الطرق لدينا قاعدة الضرب. قاعدة الضرب بصفة عامة أو تعميما لهذه القاعدة، إذا كان لدينا K من التجارب الإحصائية وكان فراغات العينة لهذه التجارب هي S1 S2 إلى SK من التجارب، نواتجها أو عدد عناصر فراغ العينة لهذه التجارب هو N1 N2 إلى NK من التجارب، وذلك على التوالي، فإن عدد النتائج الممكنة عند إجراء جميع هذه التجارب معا وكانت التجارب غير متنافية، مصطلح التنافي أو عدم التنافي هنا لديه تفسير، أي أن أثناء إخبارنا أن التجارب غير متنافية أي يمكن وقوعها معا في نفس الوقت. التنافي هو عدم وقوع التجارب الإحصائية في نفس الوقت، ولكن غير متنافية أي أن يمكن وقوع هذه التجارب معا في نفس الوقت. في هذه الحالة عندما تحدث هذه التجارب الإحصائية في نفس الوقت معا، فإن عدد النواتج الممكنة نستطيع الحصول عليه من هذا القانون. عدد عناصر فراغ العينة لكل هذه التجارب يساوي عدد عناصر فراغ العينة للتجربة الأولى مضروبا في عدد عناصر فراغ العينة للتجربة الثانية مضروبا في عدد عناصر فراغ العينة لكي من التجارب، هذا بشرط أن تكون التجارب غير متنافية. مختلفة العدد ولكن غير متنافية. أما إذا كانت التجارب متساوية وكل تجربة عدد نواتجها N، فإن عدد النتائج الممكنة لك من التجارب هو عدد عناصر فراغ العينة اللي هو نفس عدد النتائج الممكنة، لأن احنا تعريف فراغ العينة قلنا إنه هو جميع النتائج الممكن حدوثها في هذه التجربة الإحصائية الواحدة. إذن إذا كانت التجارب متساوية في عدد العناصر فراغ العينة ومتساوية في كل ما تحمله هذه التجارب، فإننا نستطيع استخدام هذا القانون لإيجاد عدد عناصر فراغ العينة يساوي إن مرفوعة للأس K، حيث أن الK هو عدد التجارب، الK هنا يمثل عدد التجارب، والإن هو عدد عناصر فراغ العينة لتجربة واحدة، وعند رفع هذه العناصر أو عدد العناصر للحرف اللاتيني K اللي يمثل عدد التجارب، فإننا نتحصل على عدد عناصر فراغ العينة لجميع التجارب التي كانت متساوية في عدد النواتج. هذا بالنسبة لقاعدة الضرب. لو خذينا مثال، ما عدد النتائج الممكنة عند رمي أولا قطعة نقود معدنية وزهرة نرد في آن واحد، ثانيا 4 قطع نقود معدنية، ثالثا 3 زهرات نرد، المطلوب عدد النتائج الممكنة. في البداية قطعة نقود وزهرة نرد هذه عبارة عن تجربتين أو تجربة
نتائجها غير متساوية، وهما تجربتين مختلفتين. هي في آن واحد إلقاء قطعة نقود معدنية وزهرة نرد، وبالتالي عدد عناصر قطعة النقود حيكون 2 وعدد عناصر زهرة النرد حيكون 6 عناصر، لأن كما نوهنا في السابق أن قطعة النقود تحتوي على أحد الوجهين، إما وجه صورة أو كتابة، وبالتالي يكون عدد عناصر قطعة النقود هو 2. بالنسبة لزهرة النرد أو حجر النرد، هو عبارة عن مكعب يحتوي على 6 وجوه، كل وجه يحمل نقاط معينة تمثل أرقام اللي هي الأعداد من 1 إلى 6، وبالتالي تحصلنا على ما يعرف بإن 1 وإن 2. هذه التجارب نستخدم قاعدة الضرب فيها للحصول على مجموع النتائج في هذه التجربة الإحصائية اللي هي متمثلة في رمي قطعة نقود وزهرة نرد في آن واحد، وبالتالي نتحصل على N of S اللي هي عدد عناصر فراغ العينة لجميع النتائج الممكنة، يساوي عدد عناصر قطعة النقود مضروبا في عدد عناصر زهرة النرد، وبالتالي يساوي بالنسبة لقطعة النقود أحد أمرين، إما صورة أو كتابة، وبالنسبة لزهرة النرد هتكون أحد الوجوه من المرقمة من 1 إلى 6. ناتج حاصل الضرب نتحصل على 12، وهو عدد النتائج الممكنة لهاتين التجربتين معا. المطلوب الثاني هو إلقاء أو رمي 4 قطع نقود معدنية. طالما إنه عدد قطع النقود هو 4 والتجربة هي متشابهة متساوية، إذن قطعة النقود الواحدة هي إما صورة أو كتابة، ولكن هنا عند رمي 4 قطع نقود معدنية نتحصل على أن التجربة متساوية ولكن تكررت إن من المرات، ألا وهي 4 مرات. إذن تكون في هذه الحالة عدد عناصر قطعة النقود الأولى يساوي عدد عناصر قطعة النقود الثانية مساوية لعدد عناصر قطعة النقود الثالثة مساوية لعدد عناصر قطعة النقود الرابعة، وكل منهما يساوي 2 عناصر، أي إما صورة أو كتابة، وبالتالي نتحصل على عدد عناصر فراغ العينة لهذه 4 قطع نقود سوية هي N of S K، حيث ال K هي عدد مرات التجارب، وال N هي عدد عناصر القطعة الواحدة، يكون 2 مرفوع لأس 4 يساوي العدد 16. بالنسبة لرقم 3، إلقاء أو رمي 3 زهرات نرد، نفس الفكرة بالنسبة لرقم 2، حيكون عندي اللي هي العدد عناصر لكل زهرات النرد 3 متساوي ويساوي 6، وبالتالي نستخدم القانون إن أس ك يساوي 6 أس 3، لأنهم 3 زهرات نرد أو 3 حجرات نرد يساوي 216. هذا المثال يعتبر متنوع لإيجاد عدد النتائج الممكنة، أي عدد عناصر فراغ العينة للتجارب الإحصائية، سواء كانت تجارب متشابهة أو تجارب مختلفة، لكن رميت أو وقعت هذه التجارب في آن واحد، وبالتالي قاعدة الضرب زي ما نوهنا إن هي تستخدم إذا كانت التجارب غير متنافية، أي مصطلح التنافي يمكن وقوع هذه التجارب معا، زي ما خذينا في المثال إن قطعة نقود وزهرة نرد رميت في آن واحد، يعني قطعة النقود مع زهرة النرد بالرغم من إنهما تجارب مختلفة ولكن غير متنافية. مثال آخر على استخدام قاعدة الضرب، يرغب شخص بتناول وجبة خفيفة تتضمن
ساندويتش وحلوى وشراب. فإذا كان هناك 10 أنواع مختلفة من ساندويتش و6 أنواع مختلفة من الحلوى و8 أنواع مختلفة من الشراب، فبكم عدد الاختيارات المتوفرة؟ فكم عدد الاختيارات المتوفرة؟ في هذه الحالة نلاحظ أنهم تجارب مختلفة أو أنهم اختيارات متنوعة، ولكن نلاحظ أن حدد لي بالنسبة لي هم يعتبروا أنواع مختلفة، لكن ما يمنعش أنهم يصيروا مع بعضهم، أي لأنه هو الساندويش والحلوى والشراب هم تجارب غير متنافية، وبالتالي عدد الاختيارات للوجبة الواحدة يكون حاصل ضرب عدد عناصر الاختيار الأول في الاختيار الثاني في الاختيار الثالث. نتحصل على 10 مضروبة في 6 مضروبة في 8، حيكون الناتج 480 اختيار. هذا بالنسبة للنوع الثاني من من الأمثلة لاستخدام قاعدة الضرب لعد عناصر فراغ العينة. ثاني قاعدة هي قاعدة الجمع. إذا كان لدينا K من التجارب، أي عدد معين من التجارب أو عدد K من التجارب، فراغات العينة لديهم S1 S2 إلى SK من التجارب، نواتج هذه فراغات العينة أو عدد عناصر هذه الفراغات هو N1 N2 إلى NK من النواتج. فإن عدد النتائج الممكنة عند إجراء جميع هذه التجارب معا وكانت التجارب متنافية، أي لا يمكن وقوعها معا في الوقت نفسه، يعني هنا الفرق بين استخدام قاعدة الضرب وقاعدة الجمع، حيث أن قاعدة الضرب كانت التجارب غير متنافية، أي يمكن وقوعها معا، ولكن في قاعدة الجمع كانت التجارب متنافية، أي لا يمكن وقوعها معا في الوقت نفسه أو في نفس الوقت. هنا فإن عدد النواتج معا هو اللي هي عدد عناصر فراغ العينة يساوي عدد عناصر التجربة الأولى زائد عدد عناصر التجربة الثانية زائد عدد عناصر التجربة الثالثة زائد إلى غاية إن K من التجارب. هذه بالنسبة وتعرفنا مع بعض على الفرق في استخدام قاعدة الجمع وقاعدة الضرب، حيث أن قاعدة الضرب تستخدم للنتائج الغير متنافية، أما قاعدة الجمع فهي تستخدم للنتائج أو أسفل للتجارب المتنافية. لو أخذنا مثال على قاعدة الجمع، إذا كان لدينا 3 باصات و5 قطارات، فبكم طريقة يمكن تنظيم رحلة بحيث يتم استخدام القطار والباص؟ هذه التجارب متنافية. إذا كان مثلا استخدم القطار وبالتالي في نفس الوقت لا يستطيع استخدام الباص، أو العكس إذا كان تم استخدام الباص في نفس الوقت لا يستطيع أن يركب في الباص ويركب في القطار في آن واحد، وبالتالي هذا تفسير التنافي أنه هو التجربتين لا يمكن أن تقع في نفس الوقت. في هذا النوع من المسائل نستخدم قاعدة الجمع لعد طرق فراغ العينة أو عدد الطرق الممكنة اللي يمكن تنظيم رحلة، يعني الرحلة إذا كان هو باستخدام الباص في بديل تاني استخدام قطار، لكن الشخص لو استخدم الباص لا يستطيع استخدام الخيار الثاني،
وبالتالي يكون عدد الطرق اللي يمكن تنظيم رحلة بها يساوي عدد الباصات زائد عدد القطارات لتحصل على 8 طرق. هنا استخدمنا قاعدة الجمع، وذلك في هذا النوع من الأمثلة. وواجب عليكم أعزائي الطلاب التركيز على نص أو منطوق المسألة أو لفظ المسألة، لأن هذا أنت بتستكشف، أنت بتعرف أمتى تستخدم قاعدة الجمع، أمتى تستخدم قاعدة الضرب، أمتى بتستخدم التبديل، أمتى تستخدم التوافيق. هذا يعتمد على مدى فهمك لنص المسألة أو لطريقة إلقاء المسألة لفظيا. واجب عليك أنك أنت تفسر حتى الألفاظ في المسألة أو الكتابة بالطريقة هذه لمعرفة أي الطرق اللي تستخدم لهذا النوع من المسائل. وحددنا ووضحنا أن قاعدة الضرب تستخدم عندما تكون التجارب غير متنافية، أي يمكن وقوعهما معا في الوقت نفسه، ولكن قاعدة الجمع تستخدم عندما تكون التجارب متنافية، أي لا يمكن أن تقع معا في نفس الوقت. هذا بالنسبة للقاعدة الثانية وهي قاعدة الجمع. مثال: إذا كان لدينا 3 طرق مختلفة تؤدي من مدينة ترهون إلى مدينة طرابلس، و4 طرق مختلفة تؤدي من مدينة ترهون إلى مدينة الخمس، فما عدد الطرق المؤدية من مدينة ترهون إلى إحدى المدينتين؟ المطلوب هنا إن هي مجموعة طرق اللي هي 3 طرق من ترهون إلى طرابلس و4 طرق من ترهون إلى الخمس، وبالتالي يحتاج إلى عدد الطرق ككل المؤدية من مدينة ترهون إلى مدينة إلى إحدى المدينتين. وبالتالي نستخدم في هذه الحالة هي عبارة عن تجارب متنافية، وبالتالي نستخدم قاعدة الجمع في هذه النوع من المسائل. يكون عدد النتائج الممكنة يساوي 3 الطرق المؤدية من ترهون إلى طرابلس مضافا إليها 4 طرق من ترهون إلى الخمس، ليكون الناتج 7 طرق. وبالتالي هنا استخدمنا قاعدة الجمع لعد عناصر فراغ العينة. هنا نأتي إلى طريقة التباديل. التبديل هي عملية ترتيب إن من الأشياء في مجاميع كل منها يتألف من R من الأشياء، يعني عنصر الاختيار R وعدد الكلي للتجارب أو الأشياء التي في التجربة هو N. وبالتالي نستخدم هذه القاعدة لإيجاد التبديل. نقول أن تبديل N لعنصر الاختيار R يساوي مضروب الـ N على N ناقص R الكل مضروب. هذا بالنسبة لقانون التبديل، حيث أن الـ N هي عدد العناصر والـ R هو عنصر الاختيار. هنا في هذا المثال، لو أخذنا مثال بهذا الشكل، أوجد عدد الطرق الممكنة التي بها يمكن ترتيب 4 كرات مرقمة من 1 إلى 4. هنا مطلوب عدد ترتيب الكرات. لاحظ هنا في التبديل أن الترتيب مهم، وبالتالي مطلوب حساب عدد الطرق الممكنة التي يمكن بها ترتيب 4 كرات مرقمة من 1 إلى 4.
هو بالنسبة لي التبديل حيكون ال N وال R متساويان، وبالتالي يكون ال N 4 وال R 4 اللي هي مرقمة من 1 إلى 4 يساوي مضروب ال R مضروب ال N اللي هي مضروب ال 4 على 4 ناقص 4، والناتج ناخذ له المضروب، وبالتالي يكون مضروب ال 4 على مضروب 0. نتحصل على مضروب 4. طبعا المضروب طريقة حل المضروب أو تفكيك هذا المضروب حيكون 4 × 3 × 2 × 1. نتحصل، وملاحظة هنا أن مضروب 0 يساوي 1، مضروب 0 يساوي 1، وبالتالي في المقام 1. والبسط نتحصل أو نفك المضروب اللي في البسط حيكون 4 × 3 × 2 × 1، نتحصل على 24. هذه عدد الطرق اللي هي 24 طريقة. هذا بالنسبة للتبديل والمثال البسيط على هذا النوع من طرق العد. في المثال السابق كان عدد ال N مساويا لعدد ال R، ولكن هنا نلاحظ في هذا المثال أن ال N وال R غير متساويتين، وبالتالي يكون المثال أوجد عدد الطرق الممكنة التي بها يمكن وضع 5 كرات في صندوقين، بحيث أن كل صندوق يحتوي على كرة واحدة فقط. لاحظنا أن معطيات المسألة أنهما عدد الكرات 5 كرات، والمطلوب ترتيب هذه الكرات أو وضع هذه الكرات في صندوقين، يعني الآر حتكون 2، بحيث أن كل صندوق يحتوي على كرة واحدة فقط. بيكون كم طريقة نحتاج بها لترتيب أو لوضع هذه الكرات؟ هنا الترتيب مهم، وبالتالي نحتاج إلى طريقة التبديل لحصر عدد الطرق الممكنة. بيكون تبديل الـ NR يساوي مضروب الـ N على N ناقص R مضروب. إذن تبديل اللي هي الـ N عندنا هنا 5 كرات، الـ N 5 والـ R هما صندوقين، يعني الـ R 2، وبالتالي يكون مضروب الـ5 على 5 ناقص 2 مضروب يساوي مضروب الـ5 على مضروب الـ3. حنتحصل على بفك مضروب الـ5 اللي هو 5 × 4 في مضروب الـ3. وقفنا إلى غاية هذا، زي ما هنا خليناها مضروب الـ3 في البسط ومضروب الـ3 في المقام، لأنها حتضيع مع بعضها، حيقعد الناتج 5 × 4 = 20. هذا بالنسبة لطريقة فك المضروب. نقدر نستطيع أن نخليها 5 × 4 × 3 × 2 × 1، ولكن طالما أن لدينا مضروب 3 في البسط في المقام، إذن مضروب 3 في البسط بحيث أنها تضيع مع بعضها متشابهتين، ونتحصل على 5 × 4 لسهولة حل المسألة. نتحصل على العدد 20 في هذه المسألة، يعني 20 طريقة يمكن بها وضع الـ5 كرات في الصندوقين. أما في حالة وجود تكرارات في مفردات المجموعة، فإن عدد الطرق الممكنة للترتيب يمكن أن تحسب من العلاقة الآتية: أن تبديل N للآر هنا تتمثل في N1 N2 NK من العناصر، وبالتالي يكون مضروب الـ N على مضروب N1 في مضروب N2 في مضروب NK من العناصر. هذا القانون يستخدم عندما تكون وجود تكرارات، أي أن نأخذ مثال نفهم به استخدام هذا القانون. مثال: أوجد عدد الطرق الممكنة لترتيب 7 كرات، والعدد الكلي 7، إذن هنا الـ N تساوي 7، و4 منها بيضاء،
يعني السبعة هذه عندي أربعة منها بيضاء واثنان حمراء والباقي ألوان أخرى. إذن لو جينا حسبنا أربعة واثنين ستة، يعني الباقي هو كرة واحدة، وبالتالي هنا تكرارات في مفردات المجموعة، يعني قسمت المجموعة اللي تتكون من سبع كرات صنفت إلى أربعة بيضاء واثنان حمراء وواحدة لون آخر، وبالتالي يكون هنا الترتيب مهم. نختار التبديل، بيكون تبديل العدد سبعة بالنسبة لي أربعة واثنين وواحد، يكون هذا باستخدام القانون أعلاه، بيكون مضروب السبعة على مضروب الأربعة في مضروب اثنين في مضروب الواحد، نتحصل على الناتج 105. لاحظنا في هذا النوع من المسائل أن وجود تكرارات في مفردات المجموعة، أي هي السبع كرات ولكن لدينا صنفت إلى ألوان اللي هي أربعة بيضاء اثنان حمراء وواحدة لون آخر مغاير، بالتالي استخدمنا هذا القانون الذي ينص على أن مضروب الإن على مضروب الإن واحد اللي هي تمثلت في البيضاء، ومضروب الإن اثنين اللي هي تمثلت في كرتين حمراء، ومضروب باقي الألوان اللي هي تمثلت باقي واحد من سبع كرات، وبالتالي تحصلنا عليه 105 طريقة لترتيب سبع كرات. ملاحظات على الترتيب، على التبديل أسفة، تبديل إن لعنصر الاختيار R يساوي N، إذن تبديل N يساوي مضروب الN، هذا بالنسبة لأول ملاحظة. هذا عندما زي ما خذينا في المثال السابق كان بالنسبة للN مساوية للR، وبالتالي تحصلنا على مضروب الN فعلا، ولاحظنا هذا الشيء من المثال السابق. هذه أول محاضرة حققناها، ملاحظة أسفة حققناها. الملاحظة الثانية أن تبديل الN للعدد واحد يساوي N، تبديل الN لواحد يساوي N، هذه ثاني ملاحظة. الملاحظة الثالثة هي أن تبديل الN عندما يكون الR يساوي صفر، تبديل الN عندما يكون الR يساوي صفر يساوي واحد، هذه بالنسبة للملاحظات الخاصة بالتبديل. هذه هي الملاحظات الخاصة بالتبديل الواجب علينا معرفتها لسهولة التوصل إلى الحل. التوافيق، بعد ما انتهينا من التبديل وفهمنا مع بعض أمتى نقدر نستخدم التبديل كطريقة لإيجاد عدد الطرق، هنا نأتي إلى الطريقة الأخرى وهي التوافيق. ما هي التوافيق؟ هي عملية اختيار أو انتخاب عدد من المفردات بحجم R من مجموعة كبيرة بحجم N وبدون ترتيب. أول ملاحظة أن التوافيق لا نحتاج لترتيب أو نهمل الترتيب، ولكن التبديل لابد نص المسألة يدل على أن الصيغة فيها ترتيب معينة، وبالتالي عندما نجد في المسألة مطلوب الترتيب نستخدم قاعدة التبديل، ولكن عندما يكون بدون ترتيب وبالتالي يكون هنا استخدام التوافيق. توافيق N لR يساوي مضروب الN على مضروب الR في N ناقص R مضروب. هنا هذا هو القانون العام للتوافيق، يستخدم عندما تكون
المجموعات أو عملية اختيار أو انتخاب أو اختيار R عنصر من مجموعة N من العناصر. مثال: أوجد عدد العينات التي يمكن تكوينها من مجتمع مؤلف من 6 مفردات، بحيث يكون حجم العينة لمفردتين 2 فقط. هنا هكذا يكون نص المسألة: أوجد عدد العينات التي يمكن تكوينها من مجتمع مؤلف من 6 مفردات. إذن هنا الN هو عدد عناصر المجتمع ككل اللي هو 6، بحيث يكون حجم العينة. يعني عنصر الاختيار هنا في هذا النوع من المسائل هو عبارة عن العدد 2، لأن اخترنا من المجتمع عينة حجمها 2، وبالتالي يكون الR يساوي 2 والN يساوي 6. نطبق في القانون. طالما أن تحصلنا من المسألة من معطيات المسألة على قيمة الR والN والR، إذا نطبق في القانون أمامنا: يساوي مضروب 6 على مضروب 2 في 6 ناقص 2 مضروب. نتحصل هنا على بفك مضروب 6 حيكون 6 ضرب 5 ضرب مضروب 4 على مضروب 2 في مضروب 4. هنا تضيع مضروب 4 مع مضروب 4، يتبقى لنا الناتج 15. وبالتالي هذا ما يتعلق بالتوافيق، ولاحظنا أن التوافيق لا يعتمد على الترتيب أو لا يحتاج لترتيب، وبالتالي نستخدم التوافيق. أما إذا كانت المسألة تتطلب ترتيب أو تصنيف أو اختيار مثلا بترتيب معينة، فإننا نستخدم التباديل. هناخد مثال: أوجد عدد اللجان التي يمكن تأليفها من 4 أفراد، بحيث أن كل لجنة تحتوي على 3 أفراد. أوجد عدد اللجان التي يمكن تأليفها من 4 أفراد، بحيث كل لجنة تحتوي على 3 أفراد. هنا نطبق التوافيق لإيجاد عدد اللجان. طبعا توافيق الأربعة لأن كل لجنة تحتوي على 3، توافيق 4 عنصر الاختيار R يساوي 3، هتساوي مضروب 4 على مضروب 3 في 4 ناقص 3، ومن ثم نوجد المضروب. هذا الناتج حيكون يساوي 4. ملاحظات: كما نوهنا في ملاحظات للتوافيق والتباديل، بالنسبة لتوافيق الN لعنصر الاختيار N يساوي الناتج 1. إذا كان هنا الN والR متساويتان، فإن ناتج التوافيق يساوي 1. إذا كان الN تساوي 1 والR تساوي الN، فإن التوافيق لهذا العدد يساوي الN. إذا كان الN موجودة لدينا والR تساوي 0، فإن التوافيق لهذه المعادلة يساوي العدد الصحيح 1. هذا بالنسبة لملاحظات على التوافيق. علاقة التباديل والتوافيق بالتعويض: وتوافيق الN للR يساوي مضروب الN على مضروب الR في N ناقص R الكل مضروب يساوي. إذا بسطنا هذه المسألة وقسمناها جزئين بهذا الشكل: إذا كان الN على N ناقص الR وضعت مستقلة، والمضروب على مضروب الR، نتحصل على قيمة البسط بهذا الشكل بعد التقسيم بهذا الشكل.
تحصلنا على قيمة البسط اللي هي مضروب الان على ان ناقص ار مضروبها، هذه في السابق اخذناه هو قانون التباديل على مضروب الار. اذا علاقة التباديل والتوافيق ان توافيق الان والار يساوي التباديل الان والار على مضروب الار. خلاصة تحديد طريقة العد المناسبة للتجربة. بالنسبة لهذا الجدول عدينا هذا الجدول بحيث أن يكون العمود الأول يتضمن المفهوم اللي هو الترتيب، التكرار، التفسير اللفظي، أنواع سحب الكرات. وكذلك بالنسبة للوضع الأفقي فهو يمثل طرق العد، حيث كانت الطرق مبدأ العد، المضروب، التباديل، التوافيق. بالنسبة للترتيب في طريقة مبدأ العد يعتبر الترتيب مهم، أما في طريقة المضروب فيعتبر الترتيب أيضا مهم، أما في طريقة التباديل يعتبر الترتيب مهم أيضا. على خلاف ذلك طريقة التوافيق الترتيب غير مهم. ثاني مفهوم اللي هو التكرار. التكرار بالنسبة لمبدأ العد يكون مسموح أو غير مسموح، بالنسبة لطريقة المضروب يكون غير مسموح، وكذلك التباديل والتوافيق غير مسموح التكرار. التفسير اللفظي لهذه الطرق هو عدد طرق بالنسبة لمبدأ العد يعتبر التفسير اللفظي لها لطريقة مبدأ العد هي عدد الطرق تجربة تتم بها الخطوات بالتتابع ومكونة من أكثر من خطوة، هذا بالنسبة لمبدأ العد. أما بالنسبة لطريقة المضروب فهي عدد طرق ترتيب إن من الأشياء في إن من الأماكن. يعني إذا كان لدينا فصل دراسي ومقاعد فإن نحتاج الطلاب كل منهم يجلس في المقعد المحدد له. وبالتالي التفسير اللفظي للمضروب هي عدد طرق ترتيب إن من الأشياء في إن من الأماكن. بالنسبة للمفهوم التفسير اللفظي لطريقة العد بالتباديل وهو عدد طرق ترتيب إن من الأشياء بأخذ آر بكل مرة، هذا بالنسبة للتفسير اللفظي لطريقة التباديل. التفسير اللفظي لطريقة التوافيق عدد طرق أخذ الجزء آر من الكل إن، هذا بالنسبة للترتيب والتكرار والتفسير اللفظي. نأتي للمفهوم الأخير في هذا الجدول هو أنواع سحب الكرات، حيث كانت في مبدأ العد يخبرنا أن طريقة السحب على التوالي مع الإرجاع أو بدون إرجاع، وبالتالي هنا نستخدم طريقة مبدأ العد. بالنسبة لي على التوالي بدون إرجاع نستخدم التباديل، دفعة واحدة معا نستخدم التوافيق. هذا الجدول كان خلاصة ما تم دراسته في الشرائح السابقة لطرق عد فراغ العينة للتجارب الإحصائية سواء كانت متشابهة أو مختلفة، وبيّلنا في هذا الجدول متى نستخدم أي هذه الطرق المناسبة لتجربتنا الإحصائية، بالإضافة إلى الشرح المفصل السابق في الشرائح السابقة لكل طريقة من طرق العد لهذه التجارب.
تمارين شاملة على كافة طرق العد، بكم طريقة بالنسبة للتمرين الأول، بكم طريقة يمكن بها اختيار رئيس ونائب وسكرتير ينتخبون من بين 30 عضو. هذا بالنسبة للتمارين الأول. يكون الحل الترتيب مهم هنا، وبالتالي لأن الترتيب يتضمن تحديد وظيفة اللي هي إما يكون رئيس ونائب وسكرتير، يعني نبو كم طريقة يمكن اختيار بها من 30 عضو، ويكون الأول يكون الرئيس والنائب والسكرتير، يعني تحديد وظيفة. إذن الترتيب مهم والتكرار غير مسموح، أي أن التكرار إذا كان اخترنا الرئيس وبالتالي يخرج من العدد الرئيس، ويبقى علينا اختيار النائب والسكرتير من العدد 30، وبالتالي إذا كان تم اختيار النائب فإن يخرج من 30 النائب، ويبقى الاختيار ويبقى علينا اختيار السكرتير، وبالتالي يكون هنا بالنسبة لعدد الطرق اللي هي استخدمنا طريقة مبدأ العد. لماذا؟ لأن الترتيب مهم والتكرار غير مسموح. عدد الطرق التي يمكن بها اختيار هذه الوظائف يساوي عدد طرق اختيار الرئيس مضروبة في عدد طرق اختيار النائب مضروبة في عدد طرق اختيار السكرتير، وبالتالي يكون عدد طرق اختيار الرئيس بحكم انه هو اول عنصر يختار من بين 30 عضو، بالتالي يكون العدد 30 ككل. اما بالنسبة لطريقة اختيار النائب فان العدد 30 سوف ينقص عدد وهو انتخاب الرئيس، ويبقى العدد من الاعضاء هو 29 عضو. ثم طريقة اختيار السكرتير، وبالتالي من 29 الذي نقص منه اختيار الرئيس وكذلك اختيار النائب، يبقى العدد 28 طريقة، وبالتالي يكون عدد الطرق هو 30 ضارب 29 ضارب 28. هذا بالنسبة للطريقة المستخدمة لتحديد أو اختيار وظيفة أو تحديد وظيفة لثلاثة أشخاص من بين 30 عضو. التمرين الثاني، بكم طريقة يمكن تكوين عدد من 3 منازل من بين الأرقام 1 2 3 4 5 إذا سمح بالتكرار؟ نلاحظ هنا أن تكوين عدد من 3 منازل أي أنه يتكون من الأحاد والعشرات والمئات، من بين هذه الأعداد الخمسة، يعني عدد الأعداد الأرقام هي عددها 5 أرقام، مع السماح بالتكرار على عكس التمرين الأول، وبالتالي إذا سمح لنا بالتكرار فإن العدد أو الترتيب بيكون مهم، هو عبارة عن منازل برتبوهم، إذا كان واحد حطيناه في الأحاد، الثاني حيكون عشرات، الثالث حيكون مئات، والتكرار مسموح، يعني نقدر نكرر الرقم اللي هو من 1 إلى 5 يتكرر، إذا كان احنا حطيناه مرة في الأحاد حنكرر نحطه مرة في العشرات، نكرر نحطه في المئات، وهكذا إذا كان كررناه في الأحاد حيتكرر معانا الرقم، وبالتالي هنا الطريقة المناسبة هي طريقة مبدأ العد في السماح بالتكرار، ولكن تكون في خانة الأحاد هما 5 أرقام، وخانة العشرات هي تحتوي على 5 أرقام، وخانة المئات تحتوي على 5 أرقام ككل، وبالتالي هنا مبدأ العد يكون مسموح له بالتكرار، وبالتالي وضعنا كافة عدد الأرقام اللي هو 5 في 3 منازل اللي موجودة أمامنا.
التمرين الثالث بكم طريقة يمكن سحب كرتين دفعة واحدة من صندوق فيه 6 كرات؟ لاحظ هنا الاصطلاح دفعة واحدة يدل على أن الطريقة المستخدمة هي توافيق، وبالتالي في التوافيق يكون التكرار غير مسموح، أي أن هو سحب كرتين، وبالتالي عندنا العدد الكلي اللي هو النون الان هو 6، 6 كرات اللي هو الان يساوي 6، وعنصر الاختيار R يساوي 2، وبالتالي نستخدم قانون التوافيق اللي هو مضروب 6 على مضروب 2 في 6 ناقص 2 الكل مضروب، نتحصل على الرقم 15. هذا بالنسبة للتوافيق. إذا كان واجهنا التمارين رقم 4 وهو كان تنص المسألة على الآتي: صندوق فيه 4 كرات مرقمة بالأرقام 2 3 4 5، يراد سحب كرتين منه، اكتب عدد الطرق التي يمكن بها سحب الكرتين إذا كان السحب أولا على التوالي مع الإرجاع، ثانيا على التوالي بدون إرجاع، ثالثا على دفعة واحدة. هنا الصندوق يحتوي على 4 كرات مرقمة بالأرقام 2 3 4 5، يعني الإن هنا هي 4، يراد سحب كرتين، إذن الآر هنا هي 2. نشوفه مع بعض في الشريحة القادمة كيفية حل هذا النوع من المسائل وهذه المطالب الثلاثة. المطلوب الأول توالي مع الإرجاع، إذن هنا حسب ما كان تتذكر الجدول اللي لخصناه لطرق العد، حيكون هنا مبدأ العد، حيكون عندي السحب الأولى مضروب في سحب الثانية، وبالتالي هما مع الإرجاع، يعني نقوم بسحب الكرة الأولى ونرجعها، وبعدين نقوم بالسحبة الثانية اللي تمثل الكرة الثانية. أحيانا قد يكون التكرار مسموح، وبالتالي يكون الحصول على نفس الكرة مرتين في كلا السحبتين هذا جائز، لأنه هو على التوالي ومع الإرجاع، بيكون جميع الكرات اللي تحمل الأرقام هذه حيكون عندي بالنسبة للسحبة الأولى 4 كرات، وفي السحبة الثانية اللي هي 4 كرات حتضرب السحبة الأولى في السحبة الثانية، حيكون 4 في 4 حتكون 16 طريقة عندما تكون توالي مع الإرجاع وطريقة مبدأ العد. بالنسبة للمطلوب الثاني توالي بدون إرجاع، يعني توالي بدون إرجاع هو تباديل، وبالتالي تباديل العدد 4 بالنسبة لي 2، الاختيار كان كرتين يساوي مضروب العدد 4 على 4 ناقص 2 الكل مضروب، يساوي مضروب العدد 4 على مضروب 2 حيساوي الناتج 12. طبعا فك المضروب زي ما تفهمنا انه هو حيكون نزول تنازليا، يبدأ 4 في 3 في 2 في 1، هذا بالنسبة لي مضروب 4، مضروب 2 حيكون 2 في 1. لاحظنا ان المطلوب توالي بدون ارجاع، اي ان الاستخدام طريقة التبديل، ولكن هنا دفعة واحدة، المطلوب رقم C هو دفعة واحدة. لو تفكرنا الجدول لما تكون سحبة الكرات دفعة واحدة، وبالتالي يكون توافيق، إذن
دفعة واحدة بتكون توافيق، نستخدم قانون التوافيق للإن 4 والآر اللي هي 2، حيكون مضروب الإن على مضروب الآر في إن ناقص آر الكل مضروب. هذا بالنسبة للثلاث مطاليب هادو في المسألة اللي هي حيكون الناتج 6. لاحظنا وطبقنا هذه المطاليب في هذا النوع من المسائل، حيث كان المطلوب الأول توالي مع الإرجاع، والمطلوب الثاني كان توالي بدون إرجاع، والمطلوب الثالث كان دفعة واحدة. ولاحظنا أنسب الطرق لحل هذه المسألة وهي تخصيص لكل فقرة طريقة مناسبة. هذا كان حل هذه النوع من المسائل.